لا شك أن الشباب هم عصب الحياة في كل الدنيا. تعتمد شعوب العالم على شبابها في تنمية وتطوير الحياة عموما والأنشطة الاقتصادية خصوصا، خاصة وأن الشباب هم يعني يحملون طموح كبير بالعبور إلى الضفة الأخرى من الحياة، ضفة النجاح والتميز. زي ما استمعنا لآراء ومواقف و الإدارة الأهلية والمواطنين في سوق مدينة توكر، كان لابد أن نلتقي شبابها وهم عليهم التكل وعليهم الاعتماد يعني لمستقبل تطوير هذه المدينة. في ضيافة أحد الشباب الفاعلين في مجتمع مدينة توكر الأستاذ كامل محمد نور، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، ونحن يعني نتشرف بهذه الزيارة ونعتبرها زيارة تاريخية لتوكر، وتوكر هي يعني زي ما يقولوا سودان مسقط، فيها كل ألوان الطيف من الشعب السوداني. وتوكر فيها مشروع زراعي كبير له تاريخ حافل، وتوكر يعني كان برضو فيها يسكنها قبائل العالم المختلف. أستاذ كامل، يعني نحن قبل ما نسأل عن حياة الشباب في محلية توكر أو مدينة توكر، انا دار اوجه لك يعني دار اوجه لكم انتم اتهام مباشر يعني لشباب المنطقه دي، انه ما ساعدتوا ولا بذلتوا اي مجهود في انكم تنقلوا للاعلام معاناه هذه المدينه، رغم انه المدينه دي عندها فضل كبير جدا على السودان. والله الاتهام ده مقبول جدا جدا. يعني طبعا توكر المعاناه تمت فيها والاهمال تم فيها، يعني الامكانيات توكر تعاني يعني براكم، يعني انتم جيتوا داخلين عندنا إشكالية بتاع 17 كيلو، عندنا الوسائط الإعلامية جاتنا متأخرة في توكر رغم أنه هي مدينة تاريخية وقديمة، لكن طبعا الآن فيها صحوة تنموية بدت يمكن من أخونا الوالي السابق شنقراي، دخلت توكر بها الكهرباء. أنت شنقراي ده من توكر ولا شنو؟ شنقراي ما من توكر، لكن يعني يعرف تاريخ توكر وقدم لتوكر بأنه لابد تخشها الكهرباء. توكر خشتها المويه سنة 1928، وكان فيها يعني سينما وكان فيها دور رياضة وكان فيها أندية رياضية، لكن أهملت. والإهمال ده نتج لأن المشروع الزراعي بقى يمشي في تدني. أسس شباب توكر بيشتغلوا شنو يعني؟ شباب توكر يعتمد اعتماد كله على الزراعة، لأنه المشروع ده هو صمام أمان البلد دي وحمام الولاية، يعني يزرعوا ومع الزراعة ينتجوا برضو الثروة الحيوانية، يعني يحاولوا يربوا البهائم. نعم. أيوة ماشي. نعم، أنتوا كشباب في مدينة توكر طموحاتكم شنو؟ والله نحن طموحاتنا طبعا الطموحات سقف مفتوح وطموحاتنا كبيرة، لكن طبعا نتمنى أنه أول توكر دي يعني تنعم. أول مشكلة تواجهها توكر 17 كيلو مشكلة الكهرباء تحلت. نحن طموحنا أنه توكر تبقى مدينة يقبى فيها امتداد سكاني، لأنه الأجيال بقت تتكاثر. على ذكر الأجيال اللي بتتكاثر، عرفنا أنه هي عبارة عن سودان مصغر، يعني سودان بيكون مصغر. عدد كبير جدا من البلاد كلها السودان ومتعايشين مع بعض في سلام ووئام. أنتوا كشباب في مدينة توكر ليه ما قدرتوا تنقلوا تجربة التعايش السلمي في المدينة دي لبقية أنحاء شرق السودان اللي بتطحنها النزاعات القبلية؟ والله نحن في توكر تقريبا زي ما قلت المدينة المثالية للتعايش السلمي على مستوى السودان. خدنا كم مبادرات، لكن طبعا دائما يعني الوضع بتاع مدينة توكر اتأثر بالصراع الدار في الإقليم الشرقي، لكن نحن في داخلنا لا زال التعايش السلمي موجود بيناتنا. وتلمنا هي يعني اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أسرة واحدة. الحراك المجتمعي والثقافي والرياضي في مدينة توكر والله توقف، لكن الآن في خيرة من شباب توكر قايمين بتفعيل اتحاد كرة القدم يرجعوه، وعندنا مركز شباب توكر هو نادي الصبيان كان قصاد مركز أم درمان، مركز شباب أم درمان. شباب أم درمان الآن تقريبا جات يعني منحة تقريبا حيتم صيانته، والأندية الرياضية تقريبا بدأت في تسجيل، وحيقبى في انطلاقة رياضية في توكر، لأن الرياضة هي الحل الأمثل للتعايش السلمي. نعم أستاذ كامل، أمنياتكم شنو؟
والله أمنياتنا أول نسأل الله يعني الأمن والاستقرار لهذا البلد، وأنه السودان يمر بمرحلة صعبة جدا جدا، أنه يعني الأمن والاستقرار والرخاء ويرفع مننا يعني البلاء والفتن والحاجات دي. اللهم امين. شكرا جزيلا للاستاذ كامل محمد نور من شباب منطقه توكر. شكرا جزيلا. الله يخليك. عندنا اشاده، نحن والله يعني في توكر مرينا بفتره قبل سنه ولا سنتين بفيضان خشى المدينه. الفيضان ده عانى منه انسان توكر لما يعني هدم البيوت، وجاتنا منظمات الدولة نادت كل المنظمات المحلية والأجنبية، فما كان في ملجأ إلا أنه نلجأ للقوات المسلحة. ده واجب القوات المسلحة. ده واجبة. نعم. لكن نحن لابد أن نسجل لها صوت شكر، من لا يشكر الناس لا يشكر، رغم أنه القوات المسلحة عندها قانون ممنوع التصوير والاقتراب. المنطقة العسكرية ما يخش مواطن. فتح لنا الحامية وأولينا ناسنا وأولينا المنظمات جاتنا وكانوا سند وعضد لنا في الفترة الفاتت دي، بس من باب أذكر المحاسن يعني، ونسأل الله ربنا يرد أهل توكر الجميل للقوات المسلحة. شكرا جزيلا أستاذ كامل محمد نور. شكرا جزيلا. وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والاستقرار في شرق السودان.